إذا لدينا لعبة في مقارنة الكسور، إذا كان الكسور هذه الكسور بمقامات مختلفة وبالبسوط المتساوية، نفس البسط مقامات مختلفة. الآن لدينا التلميذ الأول سيقف أمام الكسر، التلاميذ سيقارن ويرتبون كسورهم على حسب، إذا كان أصغر يقف أمام الأصغر، وإذا كان أكبر يكون أمام الأكبر، ولكن بالترتيب أيضا. نبدأ بأول تلميذة، نعم أماني الأولى، بسرعة أماني. لدينا 8 على 10، الإنتاج الثانية بسرعة. جيد، إنتاج 8 على 30، أصغر من 8 على 10، أحسنتي. سنة الآن بسرعة، سنة 8 على 20. لحظي سنة، لدينا 8 على 20 و8 على 30، أين مكانك؟ نعم جيد، ريتاج ابقى يا سنة، خذي مكانك. نعم يعقوب الآن 8 على 1، جيد، أكبر من 8 على 10. عبد الإله 8 على 2، جيد، مكانك صحيح. عبد الغفور بسرعة. شيماء مكانك، خذي مكانك. 8 على 8، أين مكانك؟ أين 8 مع 8 على 10؟ لا، ليس مع 8 على 10. نعم بين 8 على 2 و8 على 10. نعم عبد الغفور الآن، عبد الغفور 8 خطأ 8 على 0. هل يمكن شاهد، ماذا لديك شاهد؟ 8 على 1، عندنا 8 على 1، عندنا 8 على 1. إذا ماذا، أين تقفين شاهد، أين تقفين؟ لا ليس هناك، مع 8 على 1 شاهد، مع 8 على 1. يعقوب تقدم، نعم يساوي. هل يمكن أن نكتب المقام صفر؟ لا ممنوع المقام صفر، ممنوع المقام صفر عبد الغفور، ممنوع. الرياضيات عبد الرؤوف الآن 8 على 3، أين؟ جيد أحسنت، تقدمي قليلا. أسامة الآن آخر واحد، أسامة جيد. إذا أنتم ترتبون 8 على 20 يساوي، أحسنتم. إذا أصغر كسر هو 8 على 30، ثم 8 على 20، ثم 8 على 10، 8 على 8، 8 على 3، 8 على 2، 8 على 1 يساوي 8 على 1 مع 8 على 1. جيد، وبهذا رتبنا هذه الكسور التي لها مقامات مختلفة. جيد.